هذه الحليب دائما يقولها، احنا لازم الام مراه والام تحترق ومش عارف ايش كذا كذا، شنو هالمقوله هذه؟ المفهوم الخاطئ هو اني انا اذا بذلت نفسي لغيري راح يحبني. الواقع يقول انك اذا بذلت نفسك لغيرك راح يحتقرك ويمتهنك ويحطك بالمخبه. والله تعالى يقول: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. معظم الذين يلقون في دور العجزه او يتبرى منهم عيالهم ويعقونهم هم اناس بذلوا انفسهم ما يعيونهم لعيالهم. لذلك يعني من اجل ابنائي وافلام امينه رزق الاوليه هذه مثل الابيض والاسود اموت علشان، لا 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 تموت ان شاء الله، بسم الله عليك بسم الله عليهم. عندما يستشعر الولد ان امي محترمه وانها تعبد الله عز وجل بحسن رعايتي وتربيتي، وانها ممكن تفاصلني اذا سويت شيء غلط، توخر عني تقول لي روح روح ازعل عليك. لكن عندما امن ان لا والله امي لا تزعل وتخاف تزعلني وتسوي اللي ابيه وتسوي اللي انا ابيه، بعد شو بقى من كرامه؟ بعد لا تقول لي باكر والله البنت دكتور قامت تروح ما ندري تينا نص الليل ما نقدر نضبطها صار عندها سياره، والله الصبيه دكتور باليومين والثلاث ما نشوفه. خلصنا، انت اصلا سلمتهم مبكر المفاتيح وقلت لهم روحوا هيتوا، انا ماني ما اغني كفو اصير قائد. احترم نفسك واستمتع بابنائك وضع بينك وبينهم حواجز واجعل نفسك اولا، اولا انت. شنو يعني اولا انت؟ ربي اغفر لي ولوالدي. احسن لهم عن طريق احسن لنفسك بحسن يعني بقول حق الام هذه: انت عندما تحسنين لعيالك انت محسنه لك ولا لهم؟ تقول لهم. اقولها ما يسوون، لان الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عليه السلام شو يقول؟ يقول: انا ما احسنت الى احد قط ولا اسات الى احد قط. قالوا: كيف يا امير المؤمنين؟ قال: اقرأوا قول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا أخي الكريم، هذا المفهوم الغلط أن إحنا خدام لهم وإحنا نشتغل لهم. أدري في ناس بيخالفوني بيقولوا لي: دكتور اسمح لنا، يعني هذا رأيك. والله رأيي صحيح رأيي، لكني لما جربته واحتفظت بكامل عنفواني وصحتي واستمتعت بهم وحملتهم مسؤولياتهم، وأصبحت أحلى لحظات سعادتي أن أرى ابني وهو يتألم وهو شايل المسؤولية. ليش؟ لأن الذي لا يتألم لا يتعلم. وإذا كل مرة بدخل الإنقاذ يصير غبي، احنا قلنا من البداية إذا التدخل بالإنقاذ والواسطات يصير غبي. لكن خلوا ولدك يكبر وخلوا ولدك ينشأ، ودونت شوغر كوت رياليتي، لا تغلف حقائق الحياة المرة بالسكر، وور الدنيا على حقيقتها، راح يكبر يشكرك. لكن إن غشيته وحطيت له المدرس الخصوصي وحطيت له الأغلفة وحطيت له حيكبر يلعنك.